ذكر سماحتكم الشرك الأكبر والأصغر، فما هو الشرك الخفي؟ حيث بعض العلماء قال إن الشرك أخفى من دبيب النملة السوداء على صفات سوداء. الشرك الخفي نوعان، الشرك الخفي نوعان، نوع أصغر وهو الرياء لأنه محل القلوب، يسمى شرك خفي ويسمى شرك أصغر. وهناك نوع آخر خفي وهو شرك النفاق والعياذ بالله، الذي يقوم بالقلوب فيكون أهله مخفين كفرهم وضلالهم، يكذبون الله ورسوله ويعتقدون بطلان ما جاء في الرسول عليه الصلاة والسلام. هذا نفاق أكبر وشرك خفي أكبر ورد أهل الإسلام نعوذ بالله، ورياء المنافقين وكفر المنافقين، لأنهم في الظاهر مع المسلمين وفي الباطن مع الكفار بعقائدهم الخبيثة وتكذيبهم لله ورسوله، كما قال الله في حقهم في قلوبهم مرض وزادهم الله مرضا.